شاء الله. كيف سببك؟ أنت أقوم في إذا بتفتيش حلا. بتفتش. يشوف الإيد. ها 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 جيت اختفى هذا زين صاحبي اللي بحال جينا للوتيل هذا هو
هو يخرجك. شارب ولا ماك شارب؟ شارب نص قرعة مسير. شوف كيف راه جديد مسير وكنصحك قدامك. ما بيش. كيف امك هنا مسير؟ تنسف. كي نقول لك توقف توقف، انسف مباشرة. ما تقطعش النفس. انسف انسف زيد 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 زيد. مسير ما تحايلش معانا، هذه اباراي راك قاعد تجبد في النفس. قلت لك خرج مسير. خرج. خرج ماشي تجبد. كمل زيد 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 زيد. مازال دوك تخرج مسيو. ايجابيا شفنا على قلنا لكم الشراب او فولون مسيو سي انتردي. الشراب او فولون سي انتردي. تفضل مسيو. ادي ادي. لا كارت ناسيونال تاعك. لا كارت تاعك عندك مسيو؟ قامت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاير بمداهمة نوعية تهدف إلى وضع حد لنشاط كل الأماكن المشبوهة وأوكار الإجرام والانحراف بالقرية السياحية كابريتور بهدف إحلال الأمن والسكينة في قلوب العائلات القاطنة بالقرية السياحية من خلال إخضاعها على الفور لعملية تفتيش دقيقة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وبناء على معلومات واردة إلى قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية مفادها وجود بعض المنازل المستغلة كأوكار للدعارة، على إثرها تم حشد وحدات المجموعة الإقليمية المتكونة من الفرق الإقليمية فرق الأمن والتحري، فصيلة الأبحاث، الثنائيات السينوتقنية، وحدات أمن الطرقات، أين تم القيام بمداهمة المكان وأسفرت العملية عن توقيف عديد الأشخاص الذين يمتهنون الدعارة، وكذا حجز كميات معتبرة من المهلوسات والمواد المخدرة.